وأعود إلى نورس العرفي عبر الهاتف الإعلامي والكاتب الصحفي السوري. أستاذ نورس، مرحبا بكم. يعني هناك توسعات في قاعدة حمية ميم الروسية في اللاذقية، في هذا الإطار كيف يمكن قراءة اختيار روسيا لنقاط تمركز قواتها في سوريا، ويعني وما الهدف منه تحديدا؟ أهلا بك أستاذ وأهلا بمشاهدي متابعي قناة الرافدين. حقيقة روسيا منذ الأزل تبحث عن المياه الدافئة، تبحث عن نفوذ لها في البحر الأبيض المتوسط، ولم تكن تجد موطئ قدم لها. جاءت الثورة السورية لتدخل روسيا بعدتها وعتيدها وتأخذ هذه النفوذ. الآن لو وجدنا بأن روسيا تركز كثيرا بنفوذها على طرطوس، على قاعدة حميمين، على ميناء طرطوس، على هذه النقاط المهمة، لأنها هذا ما تريده، هذا ما تسعى إليه منذ أمد طويل، هي المياه، هي النفوذ في المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط. لذلك نرى بأنها لا تلقي بالا ولا اهتماما لدير الزور. على سبيل المثال، نحن نعلم مدى غنى محافظة دير الزور بالنفط وبالسيليكون وبالزراعة، بكل هذه الأمور. يعني هي لا تزاحم، صحيح هي لا تستطيع مزاحمة أمريكا على النفط الذي تسيطر عليه أمريكا الآن عن طريق قوات سوريا الديمقراطية التي تضع يدها عليه بدعم من أمريكا، لكن بشكل عام روسيا لا تأبه لهذا الأمر، وهي تريد النفوذ في كما قلنا قبل قليل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. لذلك هي تركز على قاعدة حميميم، على ميناء طرطوس، على هذه الأمور، ولا تسمح لإيران التي حاولت أن تزاحم طهران، حاولت أن تزاحم موسكو لتأخذ لها موطئ قدم، لكن روسيا رفضت ذلك بقوة. لذلك نرى بأنها تتوسع في قاعدة حميمين، تتوسع في طرطوس، تتوسع في هذه الأماكن التي تهمها كثيرا أكثر من مناطق الداخل السوري. أستاذ نورس، يعني في هذا الإطار الذي تفضلتم به، هل يمكن ربط السعي الروسي لتوسيع قاعدة حميمين بالتوترات الواقعة الآن على الحدود الأوكرانية وحالة شد الحبل بينها وبين حلف الناتو؟ هل تعتقد ذلك؟ نعم، حقيقة الآن الوضع السياسي المقلق المتوتر، الآن روسيا تهدد بالهجوم على أوكرانيا وأمريكا والدول دول حلف الناتو بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل عام، أيضا بشكل حلف الناتو بشكل خاص، الاتحاد الأوروبي بشكل عام على رأسه طبعا أمريكا، يهددون روسيا بأنها إن قامت بأي هجوم على أوكرانيا سيكون هناك عقوبات غير مسبوقة. طبعا نحن نعلم بأن القوات الأمريكية موجودة، بأن أوكرانيا هي قاعدة أمريكية، لذلك توسع روسيا على بقاعدة حميمين وميناء طرطوس أمور جدا مهمة، تريد أن تثبت روسيا أقدامها وأن يكون لها نقاط بهذه المناطق. فروسيا تحسب حساب لهذه المعركة التي قد تواجه من خلالها أمريكا وحلف الناتو. حقيقة إن حصل ذلك وإن بالفعل ازداد التوتر، ربما نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة، لأننا نتحدث عن ليس روسيا منفردة، نتحدث عن نظام الاشتراكي بشكل عام، نتحدث عن روسيا، عن كوريا الشمالية، نتحدث عن الصين، نتحدث عن البرازيل، جنوب أفريقيا، كل هذه الدول لن تقف متفرجة، حتى الصين ربما لن تتحدث الآن، ولكنها باعتقادي لن تقف متفرجة إن حصل بالفعل أي اشتباك أو أي معارك بين روسيا وأمريكا. وستكون فرصة سانحة جدا للصين للانتهاء من غريمها التقليدي الذي يزاحمها على القوى العسكرية وعلى القوى الاقتصادية، ألا وهي أمريكا. أستاذ نورس، هناك من يتحدث أن روسيا لم تشأ أن ينتهي العام إلا وقد وضعت بصمتها على إدلب، هذه الضربات التي كما تعلم يروح ضحيتها مدنيون، لكن هل تأكدت روسيا أنها لن تحاسب عليها وأقدمت على هذه الخطوة؟ روسيا تريد أن تقول بأننا هنا وبأننا أصحاب الكلمة العليا وبأن هذه الغارات الحقيرة الدنيئة التي
ذهب ضحيتها شهداء أبرياء وإصابات التي كانت مع بداية العام الجديد، مع الساعات الأولى من بداية العام الجديد. تريد أن تقول روسيا أنا هنا، أنا أقصف متى أشاء، الكلمة الأولى لي في سوريا، لي اليد الطولة، أستطيع أن أفعل ما أريد. فهي تريد إرسال رسائل حقيقة، إن كان لحلف الناتو بشكل عام أو حتى لتركيا بشكل خاص، بأننا نفعل ما نريد. كلما أصبح هناك تجاذبات سياسية قامت روسيا بالقصف، إن كان بطائراتها أو أوعزت لنظام الأسد بالقيام بذلك القصف، أو حتى الميليشيات الإيرانية. نحن نعلم بأن روسيا هي الأقوى وهي المسيطرة، هي التي تعطي الأوامر الآن في سوريا. هل تخشى من الحساب؟ من سيحاسبها أستاذ؟ من سيحاسب روسيا؟ صحيح. الدولة الكبرى التي نعم. تطمح الآن لإعادة الاتحاد السوفيتي، التي الدولة النووية التي لديها حق النقض الفيتو، الدول الخمسة التي لديها حق النقض الفيتو تعتبر حالها فوق القانون وفوق مجلس الأمن. من يحاسبها على الجرائم التي ترتكبها؟ إن تحدثت أمريكا أو أحد من الدول الأوروبية عن محاسبة روسيا على ما فعلته في سوريا، تتحدث روسيا عن محاسبة أمريكا عما فعلته في ميانمار وسكوتها على الجرائم، ستقول للصين ماذا عن الجرائم التي تقوم بها في الروهينجا، لفرنسا عن الجرائم التي تقوم بها في لبنان الآن وما يحصل من قتال وصراع فرنسا هي سبب به. إذن كل هذه الدول لديها أجندات مع بعضها، تستطيع إحدى إسكات الأخرى بالحديث عن ذلك الأمر. فروسيا تعتقد نفسها فوق القانون، أو تلك الدول الخمسة تعتقد نفسها فوق القانون، ولا يستطيع أحد أن يحاسبها. أستاذ نورس، روسيا أجرت مناورات في سوريا، ولكن هل من رسالة أرادتها روسيا من خلال هذه المناورات؟ حقيقة روسيا المناورات العسكرية التي تقوم بها والسيطرة الكبيرة والقصف الذي تقوم به بأي وقت، تريد أن ترسل رسالة طبعا بعنجهية بوتين المعروفة، عنجهيته الكبيرة، تريد أن تقول بأني أفعل ما أشاء وأفعل ما أريد، ولا يستطيع أحد أن يحاسبني على ما أقوم به، وأقوم بمناورات عسكرية. هذه المناورات العسكرية تريد إرسال رسالة من خلالها بأننا سيطرنا فعليا على هذه النقاط، وبأن لدينا نفوذ، وبأن قاعدة حميميم أخذناها 99 عاما، وأيضا بالنسبة لميناء طرطوس. هي تريد أن ترسل رسالة إلى أمريكا، إلى الدول الأوروبية، بأننا لنا الكلمة العليا ولنا الكلمة الفصل في سوريا، وأخذنا تلك النفوذ ولا يمكن أن نتخلى عنها تحت أي ظرف كان. فهذه هي الرسالة التي تريد أن ترسلها موسكو من خلال المناورات العسكرية التي تقوم بها. من اسطنبول الإعلامي والكاتب الصحفي السوري نورس العرفي، شكرا جزيلا لكم.